أنا بتصور إذا كان في شي رسام ناقد يلي بيوضع عادة رسوم ناقدة يعني الكاريكاتير، إذا بده يحاول يوضع رسم لهالبرنامج شو ممكن يعمل؟ بتصور إنه بيحط إنسان حامل يافطة كبيرة مكتوب عليها همنا الغنية العربية اليوم. طبعا فيني أقول ببساطة وتواضع نحن عم نحاول لا أكثر ولا أقل حتى نكسر القوالب يلي نحن ضدها، القوالب اللي بيتبنوها دايما الأجيال اللي بتجي. بدي حاول إني ما أقدم أنا ضيوفي، اتركهم هني بطريقتهم ما بعرف كيف يقدموا عن حالهم مع احترامي الشديد لألهم. تفضلي. أنا مجد الرومي جاي من بيروت، تحبكن وغنيكن. أنا إلي شويري، إن شاء الله أقدر أخد حصة من إنكم تشوفوني، علما إنه أنا خايف على حالي بوجود ناس مهمين مثل مادلين طبر، مثل ماجد الرومي، مثل زميلي بالفن الأستاذ عيسى أيوب. وأنا عيسى أيوب شاعر وبس. وبس. وأنا بقول كمان، بقول أنا كمان ولا لا؟ يطلع عليك. ست ماجدة اسمحي لي رحب فيكي بهالإطلالة المميزة، الفنانة اللي قدرتي أثبتي وجودك بالصفوف الأولى وإن شاء الله دايما بتطور. شكرا. كتير بيسعدني وجودك. أستاذ إلي شويري، حضرتك فنان كبير ومتواضع، وأنا حسي إنه بابيون على جنب وهي ما بتعمل شيء بس هي بتلبك، لأنه أنت إنسان عفوي، ويلي بيكتب أناشيد وطنية بهذا الزخم وهذا العمق هو إنسان يستحق منا كل احترام. أهلا وسهلا فيك. أمنيتنا نكون مهمين. وهي نحن معك رح نكون مهمين. يخليك، هيدا من تواضعك. استاذ عيسى، كتير حلو تقول أنا شاعر وبس، بس نحن منعرف بأنك شاعر سوري مرموق جدا ومربي أجيال، وبالتالي عندك خلفية ثقافية منحترمك لأنك تعبت كتير لحتى تقدر تجمعها. ضيوفي الأعزاء، هلأ رجعنا للتقليدية، ضيوفي الأعزاء. الموضوع اللي رح نحكي فيه ببساطة إنه هناك مش اتهام، أقوال منا كلنا منقول إنه الأغنية العربية متهمة بشيء من التراجع، وأحياناً منبررها إنه الإنسان العربي يعيش مرحلة إحباطات وأزمة يمكن تكون هي انعكاس على هذا الفن. صحيح. ست ماجدة اسمحي لي أطرح عليك السؤال الأول، الغنية العربية برأيك أنت وين هي اليوم؟ الأغنية العربية برأيي عم تمرق بمرحلة حرجة، لأنه الأصوات العربية الموجودة على الساحة اليوم بشكل عام أكيد عم بحكي عم بتكرر نفس الأفكار باللحن والكلمة. حلو. من سنين هاي شغلة بطلت تهز المستمع العربي. على كل حال صدقيني مش هين أبدا أنه الواحد يجي من بعد عباقرة كبار طبعوا جيل مثل ما هو بطبعهم وشهدت الأغنية العربية معهم عصر الذهبي. بس بكل ضمير بقلك انه حقيقة في اصوات ممتازة، بس هي بحاجة بس انه تتقدم بجرأة اكتر شوي، تعبر عن ذاتها. المطلوب انه تحاول تطلع من التجارب السابقة، تحاول تدور على فكرة جديدة باللحن والكلمة. هيدا واجب تجاه الذات، تجاه الاغنية، وتجاه جيل مثقف اليوم، جيل عربي مثقف بطالب كل فنان موجود اليوم بأنه يكون صدى لإله. يعني هذا أقل شيء مطلوب من الموجودين اليوم. ما بعرف وين كل واحد منا ممكن يوصل بمحاولاته، بس برأيي بتضل القيمة بتضل المحاولة. حلو كتير. بعتقد أنه ما رح أسألك وين موقعك لأني بعرف أنك مجتهدي، والفنان بعتقد الأخوة كمان بيشاركوني بالإضافة لعملية الموهبة لازم يكون كتير ذكي ومجتهد. تختار الكلمة بتعب واللحن بتعب، غنيتك ما بتجي هيك، بتجي معايشة حقيقية لألها، فأنت بالمواقع المتقدمة لها السبب، وطبعا بلونك بمدرستك بخطك. ست ماجدة، من بداية اللقاء بهمني هيك غنية، بما أنك حكيتي عن الجيل، غنية بتحاكي الجيل، أي جيل ما بعرف. أنا بحب عطر. بتحبي عطر؟ ونحن منحب عطر. بتحبوا عطر؟ من كل بيت كلنا منحب عطر. بنسمع فأزن عطر، بحب أغنيها لأنه بتعني لي شخصياً إلي شيء. عطر بتختصر بيت أهلي وطفولتي. تحيتنا للمرحوم الأستاذ الكبير أبوكي الأستاذ حليم الرومي. شكرا. تفضلي. ساعدني شوي أستاذ إلي أخوي الطبقة.
أحبك أن تغني وتحدث الأطياب عني. غني أحبك أن تغني وتحدث الأطياب عني. غني فما عرف الهوى أحلى على النغمات مني أنا في الغناء. قصيدة عسناء لم أنضم بلحني. غني غني غني. غني وغني وما تسكتي أبدا. طبعا نحن منقدر ظروف الاستوديو يعني ما بتعطي الصوت كما هو، كمان نحن بنعرف تماما غني انشادها قديش مبدع. استاذ عيسى، السؤال نفسه مطروح يلي هو همنا انه نعرف هالغنية العربية وين هي. ليس لي اطلاع الا على بعض الفرق الفنية والنشاطات الفنية في الوطن العربي، لكن من خلال ما اسمع وارى الأغنية العربية تعيش مخاضا بمولود تتنازعه أبوتان، واحدة قديمة بكل ما تعنيه من المضامين التراثية ومن الجمل اللحنية ومن أساليب الأداء، والثاني مستحدثي. الأولى يمثلها جيل المخضرمين اللي بعضهم متمسكين بقوالبهم وعم بيحاولوا إعادة التراث، يعني بتقديمه بقوالبه القديمة ولكن بتوزيعات جديدة. الثاني ويمثل جيل الشباب وهو الجيل الناهض اللي ما يحاول يثبت نبرة عصره، بمعنى أنه رايد أنه يكون للأغنية مستقبل. عم بحارب على جبهتين، واحد كسر الطوق اللي حكت عنه سيدي ماجدة، الطوق اللي أحكموا عليه الرواد، جيل الرواد عبد الحليم حافظ، محمد عبد الوهاب، أم كلثوم، سيد درويش، وديع الصافي. وهنا الصعوبة، لأن بعض الرواد الله يطول بعمرهم لا يزالون على قيد الحياة، إشعاع على الساحة، لذلك عم بكبل الجيل الجديد. والخط الثاني انه تاثرهم عم يتاثروا بالموسيقى الوافده، عم يتاثروا ب او عم يندهشوا بالالات الالكترونيه والالات الجديده الدخيله. وهون مكمن خطر عليهم، لانه احيانا عم بيعدلوا العود او عم بيعدلوا البيانو لشرقي. لا يكفي هذا التعديل، يجب صناعه جديده، لان اذا ما عشت مع الخشب ما معقول يحس الخشب فيك. حكيت عن المخاض وما قلت لي شو رح يكون المولود. أنا رأيي أنه هذا المخاض سينجب جبلا وليس فأرا. إذا تمثل هؤلاء الشباب التراث بكل أبعاده، لأنه لا ضرورة للجديد إذا لم يعطي القديم كل ما عنده. شيء آخر، الاطلاع على نواقص القديم هاي بتكسب الجديد شرعيته من جهة، وبتعطيه انتماءه وسلوكه وتدفعه للاستمرار والحياة. وأنا متفائل لأن جيل الشباب جيل واعي وجريء في طرح الجمل الموسيقية، الإيقاعات الجديدة والموضوعات المتميزة، لذلك لا أخفي تفاؤلي أبدا. أستاذ شويري، حضرتك معه بهالتفاؤل بالنسبة للغنية اليوم؟ أنا عندي وجهة نظر خاصة بالأغنية العربية، البعض بسموها الأغنية الشرقية. أنا مش شايف في هالقد، إذا بدنا نسميه خطر على الأغنية الشرقية. لا تزال هناك أعمال، اولا في اعمال كانت امتداد من زمان قديم بعد لليوم، اذا نحن وبعدين لحد هلا بعد لا تزال في ايادي بتصنع الاغنيه، لانه كل هذا التشويش حد ذاتها
صياغة هي صناعة أغنية. عفوا بس كل هذا التشويش من الكم من الأغاني اللي أحيانا عم بتزيح الأغاني الجيدة على حسابها. أنا ما بقدر أشعر بوجودا يعني. بالزمن القديم كان في نكات، نكتة ضحكة ابتسامة تترجم مرات للحن، تصير أغنية تحبها الناس، لكن ما فيها جدية. اللي عم بيصير اليوم، من زمن قريب قالوا إنه الأغنية سموها الأغنية الحديثة. جيد جدا إذا واحد بيقدر بيقول هالإبداع كله بمسافة زمنية صغيرة، حلو كتير، لكن شرط ما يتحول هل تتحول الحداثة لسخافات. أما أنا أكون مرتاح مريح كتير أعصابي من هالناحية، بلغي وجودها من ذكرتي وما بسمع بكل بساطة، ما بقعد في هناك مشكلة. طالما في ناس بالشرق العربي بعدهم مهمين بالموسيقى، إن كان وين ما كان على امتداد الوطن العربي بعد في ناس مهمين، فإذا ما في خوف. وكل شيء غلط لازم يرجع لحجمه من أول شتوي بدوب. جميل، شكرا أستاذ شويري. ست ماجدة، الفنان، في فنان بيطلع كتير الناس بتزقف له بتتبني بتفرح فيه، بيغيب بتنسي، وفي فنان بيبقى. كيف ممكن الفنان يصبح راسخ في ذاكرة الجماهير العربية؟ وراء أعمال كل فنان ناجح وخالد دوري عن الصدق، دوري عن العمق، دوري عن احترام الذات واعتبار الفن رسالة سامية، دوري عن محرك من دم ولحم قادر يعطي الأغنية شكل الإنسان اللي بيتوجع وبوجع واللي بيفرح وبيفرح. بعد هيك ما تسأليني ليه في ناس ما بيبقوا وكون ما فيهم حدا يعبر عن حدا. ماجدة بتبقى؟ لو أنا بعرف الجواب وبديهي، شو رأيك؟ تتصور إنه عندي أمنية أغلى من هيك؟ حلو كتير. كمية الصدق بتعبر فيها مفرداتك الراقية والنقية جدا مثل حضورك. أنا بعتقد هيك مقاييس ما لازم ما يتبقى. أكيد هيك خلفية يعني. ماجدة، عفوا اسمحوا لي أحكي كلمة، قديش في خلف صوت وخلف فن بعد وعمق. مرات بس تتصوري إنه أنا ما بقبل وطني بلا اسم فنان معين. يعني ما بقدر بتصور مثلا لبنان بلا رحابني، بلا رحابني، بلا فيروز، بلا وديع الصافي، برفض. كذلك الأمر ماجدة الرومي من الأسماء يلي مرفوضة المطارح بدونهم. وبالتالي وراء ماجدة بالإضافة لمواصفات الشخصية وراها بيت، بيت كان رئيسه ودايره يلي مؤثر وطابع جدا شخصيته ونفسيته بست ماجدة، هو أبوها المرحوم الموسيقار حليم الرومي. أستاذ شويري، السؤال مختلف عن سؤال ماجدة ولكن بالتالي هو من نفس الروح. يعني كيف سألت عن الفنان رح أسأل عن الغنية. في أغاني بتطلع بسرعة وبتطفو وبتلمع والناس بتزقف لها وبعدين بنفس السرعة بتهبط، كيف الغنية بتبقى؟ الغنية نعم. شو مواصفات الغنية اللي بتبقى؟ شو هي الغنية أول شيء؟ غنية هي ردة فعل فنان حول صورة من مجتمعه. مرات فنان واحد ولا أكثر؟ الفنان بالمطلق. إذن هل ردة الفعل عند الفنان لابد ما ينقلها بقدر ما بيكون عم ينقل معاناة مهمة وصحيحة وصادقة وبيقلق معها، بروح معها مشوار الخوف مرات حتى ينقلها شوي وشوي على الفضاء الموسيقي. يعني حلو تيلحنها أو الشعر تيكتبها وتصير مولودة غنائية. بقدر ما بتاخد جدية عمل وبقدر ما بكون الشاعر مرورا بالملحن وصولا مطرب، بقدر ما بتكون في صدق من البداية وصولا للمغني،
ما بعتقد لازم تهبط الأغنية، لازم تبقى وتبقى وتبقى. ومرات كتير انت وقاعد هيك بتسمعي شغلة إليك يمكن 10 سنين ما سمعتيها، ترجع لنفس المطرح اللي سمعتيها فيه. إذا من هون الفن الجيد إذا أتقن لا يموت. وأنا في نضيف، لأنه طبعا ما فيك تحكي عن نفسك أنه ما بتصور كمان لبنان بعيدا عن اسم إلي شويري، ليس مجاملة ولحتى نعمل مساواة بين ضيوفي، إنما اللي بيكتب أناشيد وطنية بحلاوة وصدق وعمق أناشيدك لا شك أنه كتير بلده وأهل بلده بيكونوا معتزين فيه، والوطن العربي بكامله معتز فيك. نحن جزء من هالأرض، هي حقيقة، حقيقة علمية. إذا نحن ملتزمين بهالأرض، أنا وقت اللي بكتب وطني بكتب بيتي، بكتب أهلي، بكتب كل الناس حبيبتي. يمكن يعني وقت اللي بقول بيتي وطني في كل الألوان، في كل الصور، في المنشأ وفي المرجع. فيش غنية وطنية غير بكتب اسمي كبلادي، النشيد اللي صرنا كلنا حافظينه، في شي بالبال هلأ؟ مش ضروري مرات تكون ردة الفعل الوطنية الغنائية مثل النشيد، مثلا نسمع مطلع من قصيدة جديدة عم بحاول كون صادق معها. أنا عائد إليك يا حبيبتي، أنا عائد إليك يا حبيبتي، يا عشيقتي يا مدينتي يا بيروت. الله، مطلع قصيدة جديدة إن شاء الله قريباً بيسمعوها اللي بيحبوا كل الأوطان. الشاعر عيسى أيوب، سؤالي لإلك قبل كل شيء، ليش حاطت الكتاب؟ هذا ذكرتي. هذا ذكرتي. يمكن الشاعر من كتر ما بيفبرك كلمات بحاجة يمحي كلمات، لهالسبب بتمحيهم مشان تقدر تعمل غيرهم. بس مو أنا المحايي، المحايي جوا، المحايي جوا. لا شك هذا الكتاب بيبشرني بأنه بدك تقلي قصيدي، ورح أترك كل الكلام لك عن القصيدي، ولكن أستاذ حكينا عن اليوم وعن الغنية اليوم، بدي أحكي عن المستقبل. أنت كيف شايفه؟ الشاعر دايما يستشف المستقبل. لما بيكون المستقبل معتم عند الشاعر بيخلص الشعر. وأنا مع كل شعراء المؤمنين بأن الشعب لا يموت أبدا، وأن الأغنية هي حال الشعب، لن تموت، لن تموت أبدا الأغنية. وتعليقا على ما قالوا بأنه الأغنية اللي بتجي وبتروح بتكون مثل الكذبة، بتتصدق لوقت حتى تنكشف كذبة، لكن الحقيقة وصدق بعمره ما بيموت. حلو، أنا سعيدة بهذا الكم من التفاؤل ولو كان بموضوعية مناقشي. وناطرة القصيدة، شو عنوانها؟ مين قال حبيت حريفك على العود؟ شو رأيك؟ شكرا. أنا ما فيني أغنيها، نحن بنسمع. قالوا لها لا تكوني بتحبي، قالت أنا وبيناتنا بتموت هي فيه. صار الحكي يشرد على المفرق، يغل بمساكب هالندي ويغرق، ومن قبل ما تحكي المسكينة نص الحكي عشفافها تخزق. قالوا لها لا تكوني بتحبي، قالت أنا من قال حبيته، صدفي مرق دربي على بيته، روجت احكي بس وحياته ما حكيته، شفته عباب الدار شارد ما بين الورد، عيونه حكوا وشو بعد ما عرفت شو اللي صار، بدل ما قلو صباح الخير تلبكت مسيته، شو قولكن لكون حبيته، ومن غير ما نحكي شدني بإيدي وشديته،
لم شعراتي ما رديته، ما قدرت اضحك ما عرفت ابكي، كنت بدي اشتكي من الخوف، لخيت وتلبكت ضميت. شو قولكم؟ لكون حبي الله. شو ست ماجدة شو رأيك؟ كتير حلوة. القصيدة عطيتها لحدا شي؟ لا هاي مو للي كتبيتها. اها كتير منيح. عنا صار بأغانينا مطربة ومعنا الملحن، حسيت قديش بهالكلمة وصلت لك. والله أنا في عندي اقتراح. شو الاقتراح؟ اللقاء يسمر جامع جسم أغنية. صحيح. ليش ما مصوره أنتي بعدين أنا بعدين الأخت ماجدة؟ عنا بيقولوا المليح ما بده مشورة. فإذن أبشر لكين استبشر بخير. أنا سعيدة بهالنتيجة اللقاء ست ماجدة. في عندك أكيد في عندك كم من الأحلام ما تحققت، بس في شيء هيك طموح بعده هيك بقلبي بقول يا ريت بيتحقق أكثر من غيره؟ حقيقة أنه طموحي هو عبر عن جيل أنا بنتمي له، يكون صدى حقيقي إلهم، عبر عن مشاعرهم بصدق وبساطة. إذا حققت هالشي بكون حقيقة حققت الغاية من صوتي. على قد ما أنت مهتمة بجيلك، جيلك مهتم فيكي. يا رب. مثل ما بيقولوا عنا حملينك على الراحات. يا رب. طبعا في رجعة لعندك ست ماجدة مع لحن سمعت وغنية إنه مشتركة أستاذ إلي قدم لك إياها، ولكن نسأل الأستاذ عيسى، في طموح ما تحقق نتمنى يتحقق؟ أنا لا أبالغ إذا كبرت مساحة الطموح وكانت خارج عن الطموح الشخصي. أتمنى أن يكون هناك تخصص لأشكال الغناء الفردي والجماعي والأوبرالي، يعني الاستعراضي، وأن يستخدم العلم يعني تحليل التراث والموسيقى والفنون لصالح الغناء، بحيث نبني مداميك فنية حتى الأجيال التي تأتي فيما بعد تبني لبنة فوق هذه اللبنات. لأنه سبب الطموح أنه التجربة الكبيرة التي يصنعها فنان تذهب معه عندما يموت. صحيح. نحن نريد أن نبني بيتا كبيرا للأغنية، وأن يكبر هذا البيت مع الأجيال القادمة. هذا الحلم العام. حلم خاص بتمنى أنه يكون يعني لك دور بهالندمك. دور بهالندمك. صح؟ أبدا. هيدا هو أستاذ إلي شويري. ممكن تقلنا حلمك طموحك؟ يا ست مدلين، قياسا لفكر الإنسان العمر قصير كتير. ما بعتقد حدا عاش وحقق طموح بكل بساطة وبكل صلاة وأمني إن شاء الله بعد شي 1000 سنة ينحكى عن فنان ويتذكروا إلي شويري. حلو كتير. ممكن تخبرنا شوي عن العمل يلي عم تحضروه أنت والست ماجدة ويلي بيتضمن كذا لحن؟ من كل بيت بتحبين. خبرنا قبل ما تعزف لنا، في أكثر من غنية؟ في كتير مواعيد فنية. أنا والست ماجدة الرومي. نعم. حصل في لقاء بيني وبينها بأغنيتين، أغنيتين وطنيات، وهلأ هي على وشك إنه بعد شهر لأول مرة عند مسرحية. بعرف ليش ما خبرت عنها. رح تقدمها للناس، وأنا مشترك معه، ويسعدني إنه هالفئة من المهمين من الأصوات المهمة أنا أتعامل معها بصدق. تفضل سيس. رح نسمعكم آخر ما غنت لي من إلنا غيرك يسأل علينا. Thank you.
يسأل علينا يلي غرامك دمع بعينينا من إلنا غيرك يسأل علينا يلي غرامك دمع بعينينا حرام يا حبي قلبي دايق تعتني فرح فرح الحبايب حرام قلبي دايق تعتني فرح فرح الحبايب تنقول نطرنا وعدنا لقينا تنقول نطرنا وعدنا لقينا من إلنا غيرك يسأل علينا من إلنا غيرك مين يسأل علينا الله الله نتمنى لهاللحن النجاح والتوفيق ولأعمالكم المقبلة كلها النجاح بشكركم ضيوفي على هاللقاء اللي كتير كان مفيد شكرا لك شكرا الحبايب